مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. الدور اللي بيقوم به التنظيم الدولي للأخوان المسلمين في التأثير على متخذي القرار، صانع القرار في كثير من الدول الأوروبية، إزاي مسيطرين، إزاي نشطين، إزاي واصلين لأماكن صنع القرار والأشخاص، إزاي بتحكموا بالمعلومات اللي بتؤثر على قرارات الحكومات الأوروبية. ده جزء من كل تم اكتشافه من خلال زيارة قام بها مؤخرا الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، بالإضافة إلى وفد إعلامي مصري، ومن خلال دعوة قدمها المعهد الدنماركي للحوار في القاهرة للتواصل، للتفاهم، للحوار، للنقاش وللتعرف على كثير من الأمور التي تخص أيضا الإعلام والصحافة. إيه أبرز ما تم اكتشافه غير موضوع تنظيم الإخوان الدولي ده اللي هنتعرف عليه من خلال لقائنا بالأستاذ عماد الدين حسين؟ مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا فندم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عالم آخر، عالم مختلف تماما، عالم يعني في حقوق كتيرة، حاجات ما نعرفهاش، احنا لسه ما وصلناهاش يعني. زي ايه؟ يعني لسه كنت بحكي لك على حاجات بسيطة كده. زرنا جورنان دنماركي، جورنان كريستيان ديلي، وجورنان طبعا نطق باللغة الدنماركية، فقعدنا مع هيئة التحرير، فبتكلم على القصص اللي بتواجههم والمشاكل ازاي في صالة التحرير والقصص الصفحة الأولى فالناس اللي شغلهم يعني ما بعد الموت ماذا يحدث في القبر، مش مفهوم عندنا بتاع التطرف، لا، لان الناس خلصت ما عندهاش قضايا خالص، حلوا كل المشاكل تقريبا. فعندنا نتكلموا عن الموت، عن فيه كلب يعني فيه بسكليت تعورته، فالحملة حلت الكلب والراجل اللي عوره، ده المنشط الرئيسي، قصص الصفحة الأولى. أيوه، الصفحة الأولى اللي بتشغل الناس دي. وبعد كده هقول لك، لأنه خلص كل حاجة فبدأ يشتغل في الحاجات دي، اهتمامه بينا اللي كان شغلنا. طيب انتوا يا أخوانا ليه خدتوا الموقف ده بسرعة مننا؟ من الدنمارك كانت من أوائل الدول اللي خدت موقف وعلقت بعض المساعدات لمصر بعد 14 أغسطس، بعد فض احتصام رابعة. وبالمناسبة هي المساعدات مش كتيرة، المساعدات اللي بتقدم الحكومة المصرية أقل من 5 مليون، والمساعدات اللي المجتمع المدني حاجة مماثلة، لكن المشكلة إن هي بتؤثر، يعني بتؤثر على سمعتك الدولية وبتعمل انطباع عام مش جيد عنك بصفة أساسية. فلما عادنا نسأل الناس المسائل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين للموضوعية شغالين من وجهة نظرهم، بشغلين بطريقة جيدة. ايه هي مقومات الشغل؟ يعني انا لا ادعي ان انا اعرف تفاصيل معلومات، لكن عرفت توجهات عامة بتتحسب. يعني عرفنا مثلا في الدنمارك لما اتنظمت مظاهرة قدام السفارة المصرية يوم 4 نوفمبر في اطار المظاهرات العالمية اللي هم قالوا احنا نخليها في كل مكان، هو قدموا يوم 2/11 طلب الى الشرطة ان احنا 70 واحد هيتظاهروا يوم الحد 4 نوفمبر من الساعة 4-5:30، فقدموا العدد قليل قوي. طب قبل كده قدروا يحشدوا حوالي 1500-2000. الامن الدنماركي، ودي حتى حاجة ممكن تورينا التظاهر بيتم ازاي، ابلغ السفارة المصرية اخواننا من الساعة 4-5:30 يوم كذا، الساعة كذا هيبقى في مظاهرة وهتقف كذا وشعاراتها كذا وكذا. شعاراتها كمان تم الابلاغ طبعا بيها. فمفروض السفارة بتبقى عارفة وتمام وبيخلصوا وما يقعدوش طبعا زي ما بيقعدوا في ميدان التحرير او في رابعة او في حتة، لا، بيروحوا في نفس التوقيت وما بيعطلوش مرور ولا شيء. اللي قبل كده كان بيحدث ايه؟ ان هو لما بيعمل مظاهرة في النرويج يجيب بتاع الدنمارك او اسلندا، ولما بيعمل في الدنمارك يجيب يعني بيترحلوا، زي نفس الفكرة ان انت بتجيب الناس بتوع الدلتا وكفر الشيخ واسيوط وبني سويف تنقل من القاهرة، هو بيعمل ده في المدن القريبة والدول القريبة اللي مثلا السفر فيها ما بيزيدش عن 2-3 ساعات. فبيقدر يحشد، لو هعمل مظاهرة النهاردة في الدنمارك يبقى فيه 2000، وبعدها بثلاث ايام في النرويج او في السويد او في، وبالتالي هم فاهمين القوانين واوضاع البلاد المتواجدين فيها وقادرين ان هم يظهروا قدامها بمظهر حضاري. نمرة 2، اللوب التركي في المانيا على سبيل المثال، احنا زرنا المانيا وكان من الحاجات اللي ليه المانيا عامله واخده هذا الموقف برضه. اللوب التركي مؤثر جدا، عنده قدره، عنده حشد وعنده قدره وعنده استثمارات كتيره، والاهم من ده عنده قدره على التاثير في الصياغه الانتخابيه. اللوب التركي لو قدر يوجه اصواته في حاجه معينه، يعني وزير الخارجيه الالماني راهن كل مواقفه انه الاتراك هينفعوه الالمان من اصول تركيه،
والحمد لله انه سقط يعني فشل ذريع وتقريبا خلاص هيسيب المنصب في التشكيل الجديد المزمع ليه. حاجه ثالثه ودي في منتهى الاهميه ودي فتشي عن الاستثمارات القطريه الرئيسيه في اوروبا وحاولوا تربطي بينها ما بين القرارات الاوروبيه اللي اتخذت في الموقف من مصر. هتلاقي رب انا يعني لا ازعم حاجه معينه بس حد كده يقعد يفكر ويشوف الامور مشيت ازاي في هذا الوضع. وبالتالي خلصت الى انه هذا الموقف السريع اللي اتخذ من على الاقل البلدان الثلاثه اللي قمتم بزيارتها. احنا رحنا بولندا موقفها مش يعني مش واضح قوي وان كان برضو نفس الموقف، لكن بولندا عندها تجربه خصوصيه انها مرت بتجربه تجربة الإخفاء وانسى والتضامن وهنتكلم فيها لأنك أوكي. برضو خلصت نعم. بنتيجة أنه المرحلة الانتقالية يعني هتطول شوية أو يمكن شويتين، ولكن على الأقل نقدر نتكلم أنه في الدنمارك وفي ألمانيا المواقف السياسية للحكومات بعد 30 يونيو جات سريعة ورافضة لما كان بسبب تنظيم الدولة الإخوان المسلمين، اللوبي التركي وتحديدا في ألمانيا والاستثمارات القطرية. وللأمانة برضو عشان أبقى موضوع في جزء تاني متعلق بالميديا الغربية هم مش هو بالنسبة له الرئيس المدني المنتخب دي حتى هو ما قدرش أغفل وأقول إنه بس بشأن عنده دي المشكلة. الإعلام بيحاسب الدول دي ومؤثر وزي ما شفنا احنا النموذج في الكونجرس الأمريكي إزاي والصحافة البريطانية خصوصا الجارديان، فده كان جزء. لكن الغرب كما هو معلوم للناس القضية ليست ديمقراطية، قضية مصالح. في اللحظة التي يعني فجأة الأسد شفنا جون كيربي يشيد بالأسد وتعاون مع الأمم المتحدة بعد أن كان قاتلا ودمويا لأنه دمر الأسلحة الكيميائية اللي بتهدد إسرائيل. فبالتالي حيثما كانت هناك مصلحة لأوروبا أو للغرب فهو بينسى كل الكلام اللي بيقوله ده. والدليل على ذلك يعني احنا نشوف النماذج اللي بيتعاون معها الغرب مع دول الخليج، ما حدش يعني دول الخليج فيه ديمقراطية يعني زي الفل، ولكن ومن خلال دول الخليج ومن خلال بثها المعلوماتي من قبل عدد من القنوات وتحديدا قناة الجزيرة يعني وصلت في النهاية إلى أنه المعلومات اللي لديهم أنه الصورة في مصر في جيش قدام شعب والشعب يمثله الإخوان المسلمين، صورة مغلوطة تمام. للموضوعية يعني أنا عايز أشيد حد كان معنا في الرحلة وهو الزميل والصديق العزيز ياسر عبد العزيز. ياسر كان كل ما بنقعد مع حد من الضيوف يقول لهم أنتم مكونين رأيكم عن مصر إزاي؟ إيه هي الوسائل اللي بتتعرضوا ليها؟ أنتم بتقروا إيه عشان تعرف موقفك من مصر اللي بيحصل في مصر ده؟ غالبيتهم بيتكلموا عن الجزيرة وهذا نقطة في غاية الأهمية. طبعا بعضهم سفارات، البعض التاني بيتكلم على وكالات انباء اجنبيه، لكن القاسم المشترك في كل ده قناه الجزيره. فده يوريكي انه قناه الجزيره الناس ما حدش يقعد يقول ان هي لا ما بتاثر، لا بتاثر. لما تكون هي الوحيده اللي بتبث في بعض الدول الاوروبيه خاصه الجزيره انترناشونال، الجزيره الدوليه عندك الانجليزيه، الجزيره الانجليزي وعندك الجزيره في امريكا دي مختلف عن التانية، دي حاجه مختلفه وشديده الخطوره. انا لو قاعد راجل غربي او امريكاني وقاعد لا ارى الا هذا المصدر وبسمع منه هذه المعلومات انا حد قال لي ويمكن ياسر اظن برضو ان في مجموعه من الاطفال الكنديين على الحدود الامريكيه لا يتلقوا الا الاعلام الامريكي. هو لا يعلم لحد دلوقتي انه كندي اساسا، انه كندي، انه مواطن في هذه الدوله، هو يتصور انه جزء من امريكا لانه الاعلام اختطفوا ذهنيا بجد. أيوة. مش مجازا يعني. وبالتالي اكتشفت انه الاختطاف الذهني ده تعبير حقيقه موجوده حقيقي وربما لا تمثل الواقع بس ما في الاختطاف الذهني والزماني كمان. تمام. ان حد يعيش في المختطف زمنيا انك طيب. تتركي نفسك وتعيش نفسك في فتره فتره واحده. وده فيما يتعلق بالموقف تجاه مصر وازاي تمت السيطره على يعني متخذي القرار من خلال المعلومات ومن خلال الاستثمارات ومن خلال اللوبي وجماعات الضغط لاتخاذ هذا القرار. وبالتاكيد ممكن نستخلص منه الكثير من الامور اللي يجب علينا كدوله وكاعلام وكمؤسسات اتخاذها، ولكن ايضا فيما يتعلق بزيارتك لبولندا اكتشفت انه العملية الانتقالية مش هتخلص دلوقتي، لسالنا شوية ويمكن شويات مع فارق انه يعني اللي متابع التجربة البولندية بدأت الاضطرابات او المظاهرات او الاحتجاجات في ميناء جدانسك الشهير، ميناء حوض السفن، كان في واحد قائد عمال اسمه ليخ فاونسا بدأ يقاوم الحكم الشيوعي في هذه الدولة. بعد سنة جه حكم عسكري بقياده الجنرال ياروزليسكي وحكم بولندا وحتى سلطه الحزب الشيوعي العاديه الغيت وبقى في حكم شيوعي
واضح حكم عسكري آسف لمدة سنتين وبعدها بدأ يبقى في وضع مضطرب، حتى استطاع عمال جدانسك أو عمال جبهة التضامن أن هم ينتصروا بفضل طبعا يعني كان في حركة شعبية حقيقية بس كان في دعم غربي أمريكي رهيب وكان في دعم رئيسي من البابا اللي هو البولندي الأصل يوحنا بولس الثاني أظن الثاني. انتصرت بولندا وكانت أول دولة يقع فيها الحكم الحزب الشيوعي، وبعدها يعني بدأت تكر المذبحة زي ما بيقولوا ووعت معظم أنظمة الحكم في وانتهت به دول أوروبا الشرقية انهيار جدار برلين 89 ثم انهيار الحكم الشيوعي نفسه في روسيا على يد جورباتشوف وبعديه بوريس يلسن. هم لحد دلوقتي يعني احنا سألنا أكثر من حد قعدنا معاه، الهدف الرحلة كان صحفي بالأساس ان انت بتتبادل خبرات صحفية مع مؤسسات مماثلة، ولكن قعدنا على هامش الزيارات مع مسؤولين ومفكرين. يعني في بولندا على سبيل المثال في رجل اسمه آدم منخك، وده يعني بيقولوا من القلائل اللي هو كان بيعارض الحكم الشيوعي حتى أثناء قبل ظهور تضامن. فهو الراجل قاري ومتابع الوضع المصري جيدا، وان كان هو اقرب هو الى الليبرالي الطريقه الاقرب الى النيو ليبراليه في يعني انا لم استرح الى كلامه جيدا، لكن هو رايه فيما يتعلق بمصر مهمه من زاويه انه عاش نفس التجربه. انا سالته بقول له انتوا خلصتوا التجربه؟ قال لي لا احنا لسه في المرحله الانتقاليه. بقالهم حوالي 30 سنه من عمليا بداوا من 80 حتى لو حسبت من منطق ان هو انجز وعمل الدوله بتاعته او سقط الحكم الشيوعي في 89 ففي حوالي اظن 23 او 24 سنه. هو بيقول ان في عادات كتير يعني استقرت، والنظام الشيوعي قعد فتره من بعد الحرب العالميه الثانيه، فبالتالي في حاجات وفي تحالفات ومصالح تكونت. فانت عشان تفك هذه التحالفات يعني مش حسن مبارك بس، حسن مبارك شخص لكن الاساس حسن مبارك نظام صحيح ومصالح وعلاقات وقوى واستثمار مش بس محليه اقليميه ودوليه. والاهم من ذلك ان انت ازاي تغيري عقليه الناس، عقليه الناس ان احنا نبقى ديمقراطيين بجد ونبقى بنحب الوطن بجد، مش بس ان انت ان انا اطلع مظاهره. ما احنا طلعنا مظاهره سقطنا مبارك وجبنا الاخوان وطلعنا مظاهره سقطنا الاخوان، بس لحد دلوقتي انت بتكلمي في اشخاص. احنا ما زلنا بنفكر بتاريخ الاشخاص. هل مع العلم ان بولندا انا فوجئت ان هي بلد نظيفه جدا منظمه جدا، المعمار فيها هايل، الاشجار والحدائق، وانا اول مره اعرف برضو ان شوبان بولندا الاصل بولندي، فعندهم بنيه اساسيه ما عندوش مشكله ميه، عنده حاجات في غايه الروعه ولسه متعسر بده. المغزى ان انت عليك ان انت تركزي انك هتاخدي وقت اطول لان وضعك اصعب من بلدنا. وضعنا اصعب وبالتالي يعني فترتنا الانتقاليه قد تطول مده اطول. اخشى ان هو انه يفهم هذا الكلام ان هو كلام للتيئيس، لا هو كلام للتحفيز، بمعنى انه يا اخوانا انه الافضل مننا لسه تعبان وانه مش في يوم وليله هتتغير يوم الاحوال يتم، لكن لابد ان يكون في وضوح رؤيه واتفاق على ان احنا ممكن نختلف مع اللي حصل في 3/7 ولا ما حصلش وبعد، لكن علينا ان نتفق على المحتوى العام ان احنا مش عايزين حكم متطرف يحكمنا باسم الدين. نختلف في اطار الحكم المدني ما شئنا، نقطع هدوم بعض بس نحط خريطه الطريق صح اللي احنا ماشيين عليها دي، ونبتدي نتكلم، واللي يجي ينتقد حكومه الببلاوي او وزاره الداخليه ما يقولش الحق الاخوان عايزين، لا احنا عايزين نعمل حاجه مدنيه بجد وحاجه ديمقراطيه بجد تنفع الناس وتنفع الاجيال. طيب غبت شويه عن المتابعه اليوميه بشكل مهني كرئيس تحرير للشروق وبشكل شخصي كمواطن مصري مهموم بالتفاصيل الكل بيتابعها بشكل متسارع طول الوقت، غبت شوية عن مشهد الحاح في الأخبار والتفاصيل وعدت، كيف ترى المشهد؟ أول هل ماشيين في الطريق المظبوط؟ هل ماشيين على طريق خارطة المستقبل؟ هل في اتجاه لديمقراطية حقيقية بعيدا عن شخصنة الكره أو الحب والدفع أو يعني أن نأتي بشخص للسلطة أو ندفع بها عن السلطة؟ أوكي، هو للأسف أنا يعني كان عندي أمل أن أنا أعيش الحالة اللي أنت بتقوليها، بس اختراع الأيباد لغى كل ده، فبتقدر أنت تتلقي كل المقالات الصبح وبتقدر تتلقي البي دي اف بتاع الجورنان كاملا، واختراع الرومنج خلى ان حد كل واحد يتصل بيكي هو ما يتحملش تكلفه وانت اللي تدفعي. ورغم ذلك
احيانا انت بتشوفي نفسك وانت بره بصوره مختلفه، وده شيء مهم جدا. لما انت بتكوني جوه الظاهره بيبقى الامر مختلف، باعتباره ان انت كان العالم ما حواليش الا مصر بس. احنا برضو علينا ان احنا نتواضع قليلا ونتعامل ان احنا جزء صغير من العالم. احنا كنا امه عظيمه، لكن للاسف الشديد بفعل ممارساتنا لتواريخ كتيره جدا بينا جزء العالم بينظر اليه احيانا باهمال. يعني انا بكلم حد في المانيا، حد مسؤول، بقول له يعني انتوا تقديركم ايه لينا وانتوا باصين لينا رايحين؟ قال لي ايه المشكله ان احنا اللي مخوفنا من التجربه، انتوا دوله عظيمه وحضاره و و، لكن احنا عايزين يبقى فيه استقرار في النهايه عندكم، لان لو ما حصلش ده هنلاقي فيه هجرات هتيجي تقرفنا. هم بيبصوا لها من منطلق طبعاً مصلحتهم بشكل بحت، خايفين من الهجرات الاتيه من الشرق الاوسط بشكل عام ومصر. هو بيقول ان مالي حصل فيها مشكله، فالناس هربوا على ليبيا ومن ليبيا الى المانيا او الى اوروبا واسبانيا وايطاليا، وده اللي بيحدث من مصر. فهو شايف من احنا لدى عدد كبير من الناس احنا عبء زائد على الحضاره. احنا طبعا احنا لم نعد امه منتجه ولا مخترعه، وكل عناويننا مش احنا مصر، احنا المنطقه العربيه للاسف كل عناويننا هي قتل وسرق وفجر وانتحر. هو شايف كده وده الواقع للاسف. هل هو طبعا هو يتحمل جزء في ده بفعل ممارساته الاستعماريه الطويله، يتحمل بفعل صمته على المجازر ان هو يسيب هذه الانظمه القمعيه كلها، بل ويتحالف معاها طوال السنين اللي فاتت، وعندما يجد الجد الشعب اللي بيدفع الثمن. ما المصالحه الصفقه الدوليه اللي تمت في سوريا انه صالحت او توافقت مؤقتا روسيا مع الولايات المتحده دمروا الاسلحه الكيميائيه لصالح اسرائيل، والاسد مستمر لدلوقت واللي دفع الثمن الشعب السوري. هي دي باختصار يعني او بلغه فجه وبدون مواربه هو ده اللي حصل. فبالتالي انت صورتك لدى بره صوره سيئه. العالم بيحترمك لو انت عملت شيء محترم، لو انت عملت اختراع، عملت تقدم. هل في اهتمام بمتابعه مثلا انه في عمل على تعديل دستور، انه في استفتاء قادم ستلي انتخابات برلمانيه ورئاسيه؟ ده سؤال مهم. هم احد مزاياهم برضو يعني في عيوب كتير عندهم، بس عندهم ميزه مهمه وهم ان هم برجماتيين وعمليين. اكتر من مره بنقول لهم او اكتر من سؤال، طيب انتوا ناويين ايه خطوتكم التاليه؟ فهو بيقول ان انا عايز ارى حاجه على الارض في اللحظه اللي هيبقى فيه بدء تطبيق خريطه الطريق، ان انت عملت استفتاء بموافقه الشعب، خلاص انت عديت الجزء الاساسي. في اللحظه اللي انت هتعمل البرلمان بتاعك اعتبر ان انا معاك، انا معاك باستثماراتي. وهو مدرك، حد فيهم قال ان ازاي كانت رؤيتهم ليوم محاكمه مرسي 4 نوفمبر؟ السياسيين يعني الاعلام بيقول في جزء منه ان ده غير شرعي وغير قانوني لانه راجل تم اختطافه واستيلاء على السلطه، لكن الدبلوماسيين في النهايه لما بتكلم اسوء حاجه في الدبلوماسيين كما تعلمين هي البيانات الرسميه الباهته اللي هي بلا طعم ولا لون ولا نامل ان يلتزم الهدوء وضبط النفس وانه احتواء الانكلوسيف وحاجه كده لا تقصي احدا. لكن لما بتقعدي معاهم في عادات طبيعيه بيقول احنا عارفين الواقع. يعني حد الماني مهم قال لي تعبير ظريف جدا، قال لي ادركنا ان احنا ندرك تماما ان الاخوان صاروا مثل البيضه المكسوره، والبيضه المكسوره لا يمكن اعادتها باي طريقه الى وضعها السابق. لكن ولا الشرعيه ولا مرسي ولا الدستور، وعارفين ان في واقع جديد اتعمل في مصر، بس علينا انتوا هتعملوا ايه بعد كده؟ اذا منتظرين خطوات يعني خارطه خطوات على الارض في اللحظه اللي المصريين هينجحوا ان هم يمرروا الدستور ويعملوا الانتخابات برلمانيه نزيهه وحقيقيه. اظن انه 99% من المواقف الاوروبيه سوف تتغير وربما قبل هذا التاريخ. طيب فيما يتعلق بقى حريه الصحافه الاعلام في اوروبا حضرتك؟ صعبه جدا يعني اصعب بكتير من اللي عندنا. الناس يعني احنا عندنا حريه اكبر طبعا احنا ما فيش مقارنه. طيب يعني من الحاجات اللي طبعا هو ده سؤال مش مطروح، يعني احنا كنت بسال واحد في الدنمارك هو اخر صحفي حبس عندكم في قانون على ذمه قضيه نشر امتى؟ قال لي يعني ايه اتحبس؟ اساسا يعني ايه؟ يعني انت عارفه النكته الشهيره المصري والسوداني والعراقي اللي هو يعني ياكل اللحمه فحاجه زي كده. سالت نفس السؤال ده لحد في المانيا. التجربه الالمانيه مهمه للغايه لان هي قد لا تكون مشابهة لنا. هو عنده هاجس في ألمانيا عدم إعادة إنتاج هتلر بأي طريقة من الطرق، فبالتالي بيتفنن في إعطاء حريات أكثر مما ينبغي عشان يضمن أنه ما يطلعش طاغية جديد يبوظ الدنيا ويسيطر على العالم. فعنده حاجة اسمها المادة الخامسة.
المادة الخامسة في الدستور الألماني مادة بسيطة جدا وصغيرة بتقول حرية الآراء والتعبير المرئية والمسموعة بكافة أشكالها مصونة ومكفولة نقطة. مفيش أي تفاصيل غير كده، ده الأصل في الأشياء. مفيش بقى رغي كتير ومفيش مادة مفسرة ومادة مكملة. القانون وعامل إيه؟ ده الأصل في القانون بقى في القوانين. لو أنت غلطتي في حد بيروح، يعني في حاجة اسمها المجلس الصحافة الألماني ده، وده ممكن تبقى تجربة نفكر فيها مش نستنسخها، مفيش حاجة بتستنسخ من دولة إلى دولة. مجلس الصحافة الألماني ده اتحاد عاملين الصحف، الدور الصحف كلها مع بعضها والصحفيين. أنا غلطت في حضرتك، حضرتك بتروح تقدم فيها شكوى في المجلس. المجلس بيجتمع وبإما يقرر أن أنت يوجه لك تنبيه، إما أن يقرر أنه لا وقت لإقامة الدعوة ومفيش غلط، أو يعاقبك بثلاث طرق: ألا تكون هناك تنبيه أو إنذار أو استنكار، أو الحاجة الشديدة جدا التوبيخ. فبنقول له 100 دلع ده يا اخوانا توبيخ، احنا عندنا لو قلت لحد توبيخ هيهرج عليك، وبخني يا سيدي بس سيبني ايه. وهم بيقصدوا بالتوبيخ، وحسب ما قرات في مقالك ومقال الاستاذ ياسر عبد العزيز كمان، انه هيكون ينشر في نفس الجريده الصحيح. يلزم صاحب الجريده بنشره او مجلس الاداره، وده عند الامم المتحضره حاجه كبيره جدا. طبعا لما هنا حاجه بتعدي بالظبط كده يعني بسيطه. ولو فشلت، لو انا حسيت ان انا ما خدتش حق ابدا، من حقي ان انا الجا الى القضاء. الالمان زمان وزير الداخليه حب يعمل قانون، قالوا لا احنا ننظم مهنتنا بنفسنا. فبالتالي طبعا يعني عشان برضو لا نجلد، يعني حتى يكون هناك عمليه جلد للذات كتيره جدا. انا ما بقارنش من هنا وهنا، رغم ان هي المقارنه بتبقى مغريه، لانه اوضاع المجتمعين مختلفه. المانيا دوله يعني عدت مراحل الرفاهيه، بتصرف على المانيا هي الدوله التي تصرف على كل اوروبا. دول الاتحاد الاوروبي. ولولا المانيا لسقطت كل التجربة. هي عندها إحساس لو تجربة اليورو انهارت هينهار اقتصادها، ويبقى في يعني ثورات ربما اجتماعية. فبالتالي مش هنقارن قوي، بس علينا ان احنا على الاقل نبص نقول الناس دي بتعمل ازاي وبتفكر ازاي. عايزين على الاقل نبتدي نمشي على اول الطريق، ومش مهم نوصل امتى. وهي دي النظرة أو الطريقة اللي كنا بنقرأ فيها ونتابع فيها مقالات أستاذ عماد الدين حسين، ولما كنت في رحلتك، إنه ما فيش مقارنة. يمكن المقارنة بالفعل تكون مؤلمة جدا، تكون محبطة جدا، تكون مفقدة لأمال كتيرة، ولكن احنا نتعلم إيه من كل التفاصيل، حتى وإن كانت مبكية وحتى وإن كانت مضحكة. في كل الأحوال بشكرك شكرا جزيلا والحمد لله على السلامة. أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، شكرا جزيلا. أشكركم مشاهدينا. بعد الفاصل هنتكلم على الكورة المصرية، وبعد ماتش الأهلي وبعد ماتش الزمالك، هل ممكن تعود الكورة مرة تانية بشكل طبيعي، النشاط الكروي بحضور جمهور، هل ده ممكن يدينا أمل في مباراتنا مع غانا يوم 19 القادم؟ أسئلة كتير هنطرحها على أستاذ أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.